هذا طقم هذا بالله مو بعجبك يا عجب انت ها شايف طقم كان اليوم اليوم قدام اليوم في فقرة عطاء قدام الشيخ وحمية لا تخيلوا اليتيم ما عنده بو بو انا احسب انه بيروح له بس بو يلا فقرتك يلا يلا اسلم اسلم يا ابو المهم اشكرك على التسليك بما اني انا وخالد عبيد منشدين نسخة نعم مسوين لكم مسابقة منشدين نسخة اجلس بيقيمونا بيقيمونا منشدين نسخة انا وخالد اصواتنا حلوة يلا يلا حاب شو اسمه اني اشوف اسوأ صوت فيكم يعني يا اخوان بس كل واحد لعبتي غيمه تغييم 01 ولا مو بشغله غيموني صح تفضل حاتم الحربي يلا حاتم السؤال غير جاني كلام غير لا 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 مو لا 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 غني هذا جاني كلام جاني كلام ابشر بس اللي تبي اللي تبي واضح كمان زات يا حفظها زين حط خلفيه الجوا حبيبي ولد عمي يلا جاني كلام اني معك كنت كذاب واني محملك بلا شنو ذا الشيخ فيه بس اولا ولا اقطعك لو سمحت اولا سجيخ الشيخ اولا انا ودشن جلسه باسم جلسه المنشدين اسوء انا على رئيس اصبر هذا اخي الصوت الحين ترى جلسه المنشدين ويترأسها اصبر دقيقه انت تحرق اعلان دقيقه دقيقه اصبر اصبر خلي خلي شيخ ويترأسها المنشد العظيم اللي اقول انه منشد النسخه جاي المري استاذ اوه ماي جاد اوه ماي جاد برو يا شيخ انت الشيخ اللي عليه الكلام وين عزوز الاسلمي وين جلسه وين حاتم جلسه المنشدين اشكرك نص ساعه في اليوم ايه يكون البث عليها ويترأس طبعا تدري وش الجلسه جلسه اسوء صوت تعال خلي بيت اجلس قيم له تعقيم نقيم اسوء صوت فيهم تعال كمل كمل كلامك جاني كلام سلام اني معك كنت كذاب ذاب واني محملك الشقاوة والسيارة لا تصيح واني ابيع الود وابيع الاحباب مش باقي ما قلت حبيبي علي هيا ظالم وخاف خاف عليك من يوم وحساب هاب يا اخي ادري الحرام اللي تسويه فيا اعطيكم معلومه هديه من الشيخ فيحان سبيع تدرون ايش قال؟ ايش قال؟ اسوء صوت فيكم هو اللي بدشن الشاره حقته يلا المهم تقييمك يا خالد عبيد يا مجنون 10 لا 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 دقيقه خالد عبيد كم عطيته؟ 10 من 10 لو في واضح اللي عطيته 10 من 10 البزه ذا على كل حال 3 من 10 حق الحربي المجموع لا صوتك شوي زين فعشان كذا نزلت لو صوتك خايس اه انا اوريك طيب ما يحق جاريك لا انت كيف يا حبيبي المجموع 13 من 20 خالد الروقي قائد الفسحه تفضل آرامم شورمانتی لایورمانتی من لایورمان کانتی من لا آرامم تقييم عندي تقييم سبعة من عشرة واحد واحد المجموع 28 13 8 من 20 المنشد عليك. الكبير اسوء صوت انا متاكد الجلسه زايد بن ناجيه انا اتاكد رفيقي وصديقي زايد بن ناجيه سوف ياخذ التقييم اي بياخذ التقييم صوبي انا متاكد تفضل تقول حوار اسمع يلا اثنين من عندي زياده نقطتين تفضل يا كل باب اسوء صوت هو اللي يفوز مسكين 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 الله عشرة من عشرة اثنين من عشرة لا عشرة فاز 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 كان نجم كان نجم الربع لا تطلع منكم نواف الاكلمي تفضل والله يا وقت بقول كلمه قبل امشي بس عشان صديقتك انا ما يروح سلام يا عمر انقضى سلام ابو حميد
قولوا لجدران البيوت سلام يا ابو حميد حبايب وقصرا اليوم ما بس خمسة خمسة من عشرة من عشرة انا بعد اعطيه سبعة من عشرة سبعة وخمسة وفراحش يعني تبغي مع زايد زايد 12 يو هذا حارف ما حد يتعدى ود عمه الحمد لله ورا بس رشد النصر حاتم الحربي يا شيخ يا شيخ يا شيخ اللي بدش شارطة حاتم الحربي